13 سنه 2008 والحمد لله قطعت اشواط مهمه في الميدان الفلاحي والسر ديال النجاح ديال هذه الجمعيه يكمن في ان الدوله شجعتها بمعدات بنسبه 100% تقريبا، بحيث ان التكاليف ديال هذا المشروع يفوق 300 مليون سنتيم، 3 مليون ديال الدرهم، وشاركت فيه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بواحد المبلغ اللي هو 320 الف درهم. وهذه الفلاحات الصغيره حققت الحمد لله نجاحا بما في ذلك زراعه كيف كتشوفوا راه كاين البشنه، كاين الجلبانه، وكاين القرعه، وهكذا، والفلفله، والكورجيت، وكذا الى اخره، جميع انواع الفلاحات الصغيره اللي اقتصرت عليه الجمعيه، وراه الحمد لله حققت فيه نجاح كبير. والحمد لله مؤخرا كذلك في اطار ما تبذله مكتب الوطني للاستثمار الفلاحي اللي تسمى السا لهذه الجمعيه من المجهودات، تمكنا والحمد لله من تزويد هذا المشروع بالطاقه الكهربائيه مجانا. خويا خص الطاقة عود اش كيخدا تخدم خويا كالينو غي داري جوج كتار ونص ياخد يس لفست ياخدنا ايكادون ياخدنا الزيت لفستا كلشي لا شجر نقاتنين نتمنى ان شاء الله حتى داخل زايد انا وياضني اشكو دارنا خيان وانو وراخي كفاس 63 كتار نخدم غير كاد 20 كتار يخدمن نتمنى دارنا اختي الطاقة الشمسية دوان وياضني باش نغطي المصاريف وانو. الدليل على النتيجة ان هذا المشروع كيشغل كيشغل على الاقل دابا كاينين جوج سميتو جوج ديما خدامين، يعني قارين، وكاينين الفلاحه، يعني الفلاحه كيمارسوا الفلاحه هنايا، وكاين كل عائله كالعائله كتكون من 6 الافراد او 7 الافراد، يعني والجمعيه تتكون من 820 فلاح. والاهداف المستقبليه ديال هذه الجمعيه ان كنتمنوا ان شاء الله وخدامين في هذه الاهداف هادو، وهما على ديك من بينهم الطاقه الشمسيه ان شاء الله، نظرا لكثره الاراضي في هذا المشروع عندنا غير البير واحد، دابا كنتمنوا وخدامين على الدراسه باش نديروا بير الثاني. ونسيت باش نذكر المشاهدين الكرام ان هذا المشروع من تمويل وزاره الفلاحه سنة 2011 تقريبا. كل فلاح يعني كاين اللي عنده 6 هكتار، كاين اللي عنده 2 هكتار، كاين اللي عنده 4 هكتار، وعندنا اغلب المجموع ديال الهكتارات 63 هكتار تقريبا اللي عندنا. والحمد لله دابا النتائج راه كتبان الحمد لله، غير دابا الحمد لله راه غير اليوم راه خرج من هذا المشروع الشاحنات ديال البطيخ الاحمر، يعني الدلاح دابا الفلاح خدام عند راسه، بحال خدام عند راسه وخدام ولاده، دابا ولاده كاين اللي خدام على برا، كاين الهجره القرويه، ودابا الحمد لله الشباب كيرجعوا للبلاد ديالهم وكيخدموا الاراضي ديال الاجداد ديالهم وديال الابواب ديالهم. وهذه النتيجه اللي كتمنى للدوله من هذه الجمعيه، والحمد لله راه حققنا 60% من الاهداف ديالها، وباقي الاهداف الاخرى ان شاء الله جايين في القدام.